الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أحبائي، نواصل في دروس الفقه الصف الثالث المتوسط، آخر درس إن شاء الله الجهاد. معنى الجهاد لغة بذل الجهد والاستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل، وشرعا يطلق على معنيين: الأول بذل الجهد في الاستقامة على أمر الله، وهذا النوع يشمل الرجال والنساء. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه لله، أو قال في الله. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض العبادات جهادا، منها ألف بر الوالدين، جيم الحج، لأنها تتطلب كثير من الجهد والتحمل. الثاني القتال في سبيل الله، وهذا المعنى هو المقصود في هذه الوحدة. سعة مفهوم الجهاد: لما كان الجهاد غير مقصود لذاته، وإنما شرع لإقامة العدل ودفع الظلم وبيان الحق، فقد اتسع مفهومه ليشمل أمورا أخرى، من أهمها الجهاد ببيان الحق وإقامة الحجة عليه عبر كافة السبل التي تعددت وتنوعت في عصرنا الحاضر، ومن أبرزها وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية. وهذا النوع مشروع في حق الرجال والنساء، وكل يقوم به على قدر استطاعته، مما يتضمن بلوغ الحجة إلى كافة شعوب الأرض دون إكراه أحد على اعتناق الإسلام. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال سبحانه: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. حكم الجهاد: الجهاد فرض كفاية، بمعنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. الحالات التي يتعين فيها الجهاد: يكون الجهاد فرض عين في الحالات الثلاث: الأولى إذا حاصر العدو البلد أو احتله، الثانية إذا أمر ولي الأمر بالجهاد، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، الثالثة إذا حضر المسلم ساحة القتال فلا يجوز له التراجع والانهزام. حكم الجهاد على النساء: الجهاد بمعنى القتال لا يجب على المرأة، والدليل على هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ما يجوز المرأة من المشاركة في الجهاد عند الحاجة: الأصل في المرأة هو القرار في بيتها، وعلى الرجال أن يجاهدوا في سبيل الله تعالى ويدافعوا عن أعراضهم وبلادهم. ويجوز للمرأة القيام بما تستطيعه من مداواة الجرحى وتمريضهم وتجهيز الطعام والماء للجيش إذا دعت الحاجة لذلك. فضل الجهاد:
الجهاد ذروة سلام الإسلام، وهو من التجارة الرابحة مع الله. وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة في فضل الجهاد والثناء على المجاهدين في سبيل الله. 1، أنه أعظم تجارة مع الله تعالى يحصل في مقابلها مغفرة الذنوب والنجاة من عذاب الله تعالى ودخول الجنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. 2، أن المجاهد في سبيل الله تعالى له أجر قائم الليل الذي لا يفطر عن الصلاة، وصائم النهار الذي لا يدع الصيام. الحكمة من مشروعية الجهاد للجهاد في سبيل الله عدة حكم، ومن أهمها: 1، أن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله، وألا يعبد إلا الله وحده. 2، حماية المسلمين من شر الكفار وعدوانهم. 3، الفوز بمرضات الله وجنته، ونيل الشهادة والنجاة من عذاب الله وسخطه. مبادئ الجهاد للجهاد في الإسلام مبادئ، منها الأول: أن يكون القتال في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله، فلا يجوز أن يكون هدف الجهاد غير هذا الهدف النبيل. ومن الجهاد في سبيل الله القتال دفاعا عن الدين أو النفس أو الأهل. ب، القتال دفاعا عن الوطن. 2، أن الجهاد في سبيل الله تعالى هو الحرب الوحيدة التي تحكمها قواعد أخلاقية تضمن سمو الهدف الدافع لها وعدالة السلوك في أثنائها. فالمسلم في جهاده لا يتخلى عن قواعد الأخلاق والسلوك الإسلامي بسبب الحرب، ومن ذلك: ألف، المعاملة بالمثل وعدم الاعتداء. ب، أن يكون القتال ضد من يقاتل، فلا يجوز قتل من لا يشاركون في القتال. ث، أن يكون القتال بالوسيلة التي تهزم العدو المحارب دون أن تلحق الضرر بالأنفس المعصومة. 3، الإسلام دين السلام، دعا إلى العدل وحث عليه، وجعل علاقة المسلم مع غيره قائمة على العدل، فلا يرضى باعتداء طرف قوي على آخر ضعيف. شروط الجهاد: يشترط للجهاد ما يلي: 1، العقل. 2، الذكورية. 3، البلوغ. 4، إذن الوالدين. 5، إذن ولي الأمر. الجهاد بدون إذن ولي الأمر: لا يجوز لأحد أن يرفع راية الجهاد إلا ولي الأمر أو من ينيبه، فلا يجوز لأحد المسلمين أو طائفة منهم الافتتات على الإمام أو على جماعة المسلمين بإعلان ذلك. ويجب الحذر من كل راية ترفعها للجهاد لا يدعو إليها ولاة الأمر أو من يفوضونه، مهما كانت مبررات أصحابها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من طاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبية، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية فقتل، فقتله جاهلية. ومن خرج على أمة يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذلك عهد عهده، فليس مني ولست منه. رواه مسلم.
من أنواع الجهاد. ذكر العلماء للجهاد أنواع أخرى، منها النوع الأول جهاد النفس، ويكون بأربع أمور: تعلم العلم النافع، العمل به، دعوة الناس إليه، والصبر على أذى في سبيل الدعوة إليه. النوع الثاني جهاد الشيطان، وهو عدو الإنسان الأكبر الذي سخر نفسه لكيد الإنسان وسعى في رؤيته، فيجاهده بعصيانه فيما يأمره به وينهى عنه، وترك الاستماع إلى وساوسه واتباع خطواته. النوع الثالث جهاد العصاة والمخالفين، وذلك بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم للخير بالحكمة والموعظة الحسنة. النوع الرابع جهاد المنافقين، بموعظتهم ومناصحتهم والحذر منهم وضحط شبههم والرد على افتراءاتهم. قال تعالى: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. التقويم، حل التقويم. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. ولا تنسوا الخرائط المفاهيمية الملخصة في نهاية الدرس، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.